بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث الذي تعودتم فيها أن نحلل ونناقش آخر المستجدات, المستجدات السياسية والميدانية أيضا في الآونة الأخيرة لوضع السلطة الفلسطينية محليا وعربيا كما أيضا دوليا لهذه لهذا الواقع دعوني في البداية أرحب بضيفي في استوديو دائرة الحدث لهذا اليوم الاستاذ عمر الغول مستشار دوله رئيس الوزراء تحياتي استاذ عمر اهلا بك قبل ان نبدا دعنا نذهب سريعا لجوله عناوين الصحف ثم نعود واياك لنبدا حلقه النقاش نتابع نبدأ جولتنا بصحيفة القدس إجراءات نقبية في الجامعة ومسيرات أمام مجلس الوزراء غدا لا معنى لمحاصرة غزة بعد تنفيذ صفقة تبادل الأسرى في صحيفة الأيام السلطة تطلب إعادة دراسة اتفاقية باريس الاقتصادية لتطويرها وتغييرها سريعا ومجلس الوزراء يناقش غدا جملة من التوصيات للحد من تداعية أزمة ارتفاع الأسعار إلى الحياة الجديدة فياض يدعو الدول الشقيقة والصديقة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية الحكومة الإسرائيلية تقرر تحويل كلية في مستوطنة أرئيل إلى جامعة في الصحف العربية في الدستور الأردنية البدء بتنفيذ مخطط للسيطرة على المسجد المرواني داخل الاقصى، وفي صحيفة الغد اسرائيل تطالب المانيا بالتنسيق معها حول بيع اسلحة للعرب. في النهار الابراهيمي في القاهرة يمهد طريقه الى دمشق، وفي الاهرام المصرية اتحاد العمال يبحث ترتيبات مؤتمر الحوار الوطني للمطالبة باجراء الانتخابات في موعدها. إلى الصحف الصادرة في لندن الشرق الاوسط كلينتون إذا استمر الخلاف مع روسيا سنعمل على دعم المعارضة. إلى القدس العربي اسرائيل قد تست تستخدم قنابل كهرومغناطيسية تشل شبكة الكهرباء في إيران لمنعها من امتلاك أسلحة نووية في دعوة أحرنوت اختيارات حماس وهل تخاف من السلفيين أكثر من إسرائيل أليكس فيشمان المحلل العسكري يقول إن إسرائيل بدأت تفقد صبرها في صحيفة معريف نتنياهو ضد المستشارين القانونيين تدخلهم يصعب إدارة الدولة وفي صحيفة هارتس وزير خارجية ألمانيا لنتنياهو ضرب إيران سيفكك الائتلاف ضدها والى الصحف العالميه نيويورك تايمز الحكم بالاعدام على طارق الهاشمي وهو زعيم عراقي رفيع المستوى وفي الجارديان البريطانيه الجامعات الاسرائيليه في الضفه تصعد من خلافاتها والى اللوموند الفرنسيه وفاه ياسر عرفات لا حاجه الى ادله اخرى مؤسسه ياسر عرفات تنتقد اجراءات ارمله عرفات من خلال العداله الفرنسيه اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام واياكم نبدا حلقه النقاش مع الاستاذ عمر الغول. استاذ عمر يعني دعني في البدايه اطرق الشان الميداني قبل ان ندخل في تفاصيل الحراك السياسي لتعديل اتفاقيه باريس كما تحركت مؤخرا القياده للطلب من اسرائيل بفتحها وتغييرها او تعديلها سريعا. على على الارض تبدو الامور بعيده كل البعد عن مساحه حريه التعبير المطلوبه. بدا الامر او يبدو اليوم طبعا اضراب شامل كما بدا في الاراضي الفلسطينيه، حركه السيارات العموميه توقفت قل هذا مشروع كحركه اضراب ولكن الغير مشروع هو حرق حاويات النفايات والاطارات في الشوارع. اليوم كنت اثرت الموضوع على صفحات التداول الاجتماعي على الفيسبوك وكان هناك سخط شعبي لهذه الاجراءات بان يترك الامر لثله من المراهقين يتحكموا بحركه السير وبمصير المواطنين الفلسطينيه، بعض من قال قال يجب ان تكون مواطنا قبل ان تطلب الدوله، يبدو ان المواطنه والانتماء عليه علامه سؤال في الاونه الاخيره، البعض يقول هناك توق للعوده الى الفلتان الامني من بعض المجموعات. البعض الآخر يقول بأن حماس تتحرك في الضفة الغربية، البعض الآخر يقول بأن لإسرائيل مصالح وهي تدفع باتجاه إضعاف السلطة الفلسطينية وتشويه صورتها أمام شعبها. بين من يقول أن هذه الإجراءات هي خيانة للقضية الفلسطينية قبل أن تكون حرية تعبير عن الرأي وعرض احتجاج ومطالبة لتغيير الواقع الاقتصادي للشعب الفلسطيني البعض الآخر يقول بأن هذه المحاولات ليست إلا يعني زوبعة في فنجان ولا تمثل عموم أصحاب الكلمة الصادقة وأصحاب الحق الواضح ما رأيك؟ بداية لنقل ونعترف جميعا أن هناك أزمة وهناك ضائقة هناك هذا الاحتجاج بغض النظر عن القوى التي تقف خلف هذا الاحتجاج غير أن الثابت أن هناك حاجة للمواطن الفلسطيني بإعادة النظر بواقع الغلاء المستفحل م. الذي تعيشه الساحة خاصة بعد رفع سعر المحروقات وبعض السلع الأساسية م. هذا الشيء ثابت في رأي القيادة الفلسطينية ولم يعفي رئيس الحكومة نفسه عن هذه التداعيات ولا الحكومة ولا السيد الرئيس محمود عباس في مؤتمر الصحفي لم يعفي مسؤولية مسؤوليته الشخصية كرئيس للحكومة لأن الحكومة هي حكومته أيضا عن لا. جمله هذه المعطيات لا سيما وان هناك كوابح موضوعيه تحول دون قدره القياده السياسيه الفلسطينيه دون التدخل في لجم هذه التطورات السلبيه التي طالت السلع الاساسيه في السوق وتدني مستوى المدخول للمواطن الفلسطيني قياسا بارتفاع غير مس... غير عادي للمواطن الاسرائيلي خاصه وان مم. اتفاقيه باريس نعم هذا على الصعيد السياسي او هذا على صعيد يعني الضوابط اوكي السياسية. انا ساتحدث ساتي الى في ساتي الى ما أشرت اليه حول الانتهاكات والممارسات الخاطئه مم. التي رافقت عمليه الاحتجاج ولكن علينا ان نرى مم. <applause> هذا البعد لأن هذا جذر المسألة وجذر الأساسي علينا أن نبحث عن إيجاد مخارج وحلول بالقدر الذي نستطيع وفي إطار المنطوق والمستوى الذي تستطيع القيادة السياسية والاقتصادية الفلسطيني. طب أنت كمستشار لدولة الرئيس بماذا أشرت عليه مؤخرا؟ انا اشرت على دوله رئيس الوزراء وعلى الرئيس وعلى كل القياده م. اولا لابد من ايقاف اسعار المحروقات وعودتها الى ما كانت عليه وعلينا ان نتدخل مباشره في مراقبه اسعار السلع الاساسيه بداخل السوق لا سيما وان هناك انفلات في داخل التسليع الفردي في بين محلات التسعير تسعير السلع المطروحه الاساسيه وغير الاساسيه كل سوبر ماركت عنده سلعه الخاصه وكل محل بائع خضره لديه سلعه واسعاره الخاصه وبالتالي وحتى بين مدينه ومدينه ايضا هناك فوارق وفوارق كبيره وبالتالي لابد من عمل رقابي غير عادي لكبح جماح هذا الانفلات من قبل التجار واستغلال اللحظة التي تعيشها الساحة الفلسطينية اضافة إلى يعني ما طرحت اعادة النظر باتفاقية باريس بل بالعكس كنت يعني اعلى منسوبا من ما من رؤية دولة م. رئيس الوزراء عندما قال لا نستطيع ان نلغي م. الاتفاقية انا قلت انه بالامكان التدخل مع الاسرائيليين ومع اقطاب الرباعية الدولية للذهاب إلى طاولة ونقول انه هذه الاتفاقية م. لا نستطيع التي اساسا هي مدتها خمس سنوات كان من 94 تم التوقيع عليها في نيسان 94 حتى كان المفترض ان تنتهي بالمرحله الانتقاليه في 1999 صحيح تنتهي وبالتالي تصبح هناك دوله فلسطينيه مستقله ذات سياده وتنتهي كل الغلاف الجمركي وكل الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي ويصبح هناك في اقتصاد فلسطيني بمعايير الكلمه الحقيقيه والدقيقه مستقل ومعافى نظام الجمركي هو نظام فلسطيني خالص سياساته الاقتصاديه سياسات فلسطينيه خالص حلت... لا حل... كواضح طيب. وبالتالي ال... ال... انا طلبت بالغاء بعض البنود الوارده في اتفاقيه باريس والتي تكبح ويحق لنا قبر... ذلك دقيقه هل يحق لنا ذلك طالما اسرائيل غير ملتزمه بهذه الاتفاقيه اسرائيل منذ ان اجتاحت مم. بقياده شارون مدن الضفه الفلسطينيه عام 2002 نعم وحاصرت الرئيس الراحل الرمز ابو عمار وهي لم تعد مسؤوله عن اي شيء وغير مرتبطه باي شيء ولا يلزمها اي اتفاق لا اوسلو ولا باريس ولا غيرها, ولا غيرها. سوى يعني ما تريد منا باي شكل من الاشكال تعود لتستخدم الاتفاقيات لتقول هذا نصت عليه هذه الاتفاقيه او تلك الاتفاقيه طيب يعني جذر المساله جذر المساله يعني ابو نادر الاحتلال الاسرائيلي وعن جهيته وعنده وضربه بعرض الحائط كل الالتزامات وما وقع عليها من اتفاقيات طيب يعني اذا الان التعويل على وعي المواطن الفلسطيني لتدارك الواقع الفلسطيني مع اسرائيل صحيح هذا الوعي عليه علامه سؤال معلش يعني الاعتداء في على محلات تجاريه في جنين إلقاء ضر أو إلقاء زجاجة حارقة على جدار دير اللتين في الخليل محاولة اقتحام البلدية وتحطيم وتكسير إضاءة الشوارع ومحاولة إحراق البلدية في مخيمات رام الله أو ما شاهدناه في شوارع بعض شوارع رام الله الأمعري حرق حاويات وإلى آخره وإغلاق طرق ماء. هذا يندل يدل على عدم وعي أولا بثقافة حرية التعبير ثانيا بالمواطنة مبدأ المواطنة في هذه الدولة ما رأيك؟ أنا أوافقك مئة بالمئة أن هناك خللا والخلل لا يكمن في هذا الطفل اللي يزج به على الشارع ليحرق هذه الحاوية أو تلك أو يلقي بحجارته على بلدية الخليل أو هذا المجمع أو دير اللاتين أو, أو غيرها من المواقع يعني هي الأحداث أو مصنحة يعني المياه يعني. في بيت لحم أو صحيح. غيرها أمثل. أنا أعتقد أن مسؤولية الحركة الوطنية الفلسطينية بالأساس م. قبل أن تكون مسؤولية أي أحد نعم. وقال السيد الرئيس في مؤتمر صحفي أتمنى أن يعبر كل الناس عن آرائهم بمطلق الحرية ويرفعوا الشعار الذي يريدونه ولكن م. هذا الشعر لا ليس بالضرورة أن يترافق مع الحجر ومع الحرق الإطارات أو الحاويات التخريب أو الممتلكات التخريب معه. الممتلكات الوطني نحن نبني بلد ونبني دولة والذي يبني لا يخرب إلا الناس التي لا تدرك أهمية البناء وأهمية ما تخرب لأن الذي تخربه يعود خسائره نحن نتكفلها أبناء الشعب العربي الفلسطيني كل منا يتحمل حتى الطفل ووالده ووالدته وعائلته ومخيمه ومدينته، جميعنا نتحمل مسؤوليه اعاده البناء، وبالتالي لا يجوز لنا ان نخرب هذه المصالح وهذه المؤسسات ولا طرقاتنا اللي بنمشي عليها، وبالتالي انا اعتقد اننا بحاجه الى اعاده نظر واعاده تثقيف في عمليه الاحتجاج. والتربية. هل تعتقد بانكم اخفقتم اصلا في يعني ربط المواطن بحلم دولته او في تعزيز مبدا المواطنه عند هذا الشاب او هذا الرجل او هذه المراه الفلسطينيه تحت كنف السلطه كما يقول البعض مثلا دعني أقتبس ممن كتب على الفيسبوك يقول تصرف كمواطن قبل أن تطالب بدولة الشباب هاي مش خونة ولا بنفذوا أجندات خارجية شباب ما عندهم حس المواطنة شباب ما عندهم فكر وثقافة وهذا الشيء اللي ما استطاعت سلطتنا أنها تزرعه في نفوسهم لا أحد يقبل هذه التصرفات الهمجية ولكن أين كنا نحن عنهم وأين نحن الآن ما رأيك؟ يعني أنا بدي بالتأكيد استمرار عملية أوسلو منذ العام 1993 حتى الآن مضى 18 عاما كاملة دون أن نفتح أو يفتح باستخدام الأفضل يفتح أفق أمام التسوية لأننا نحن أنا أعتقد الرئيس الراحل والرئيس الحالي وأركان القيادة الفلسطينية قدموا الحوافز المطلوبة والالتزامات والاستحقاقات المطلوبة السياسي وغير السياسي للقيادة الإسرائيلية والقيادة الأمريكية وأطراف الربعية الدولية وللأسف كلما قدمنا حافزا وتنازلا لصالح هذه القيادة الإسرائيلية نجد استعصاء جديدا كما يعني أنا أقرر بينهم وبين قادة الإنقلاب كلما قدمنا تنازل كلما تفرعنوا لان من فرعنا كفرعون؟ مش لاقي حدا يعني المثل الشعبي اللي بقول مش لاقي حدا يضبه ولا حدا يرده. تالي انا اعتقد ان الاصطدام المشروع السياسي والحلم السياسي الفلسطيني بالعثره الاسرائيليه المشكله في اسرائيل المشكله في اسرائيل وفي سياسات اسرائيل هذا ما نقوله يعني صحيح اوسلو مش, مش لو في هناك أفق ولا اتفاقيه باريس سليمه ولكنها كانت لمرحله مؤقته اسرائيل لم تلتزم بانهائها يعني أنا, يعني أنا أقول أنه لا يجب أن نجلد ذاتنا أكثر مما يجب، يعني المفروض تصويب البوصلة باتجاه من أخلى التزامه ومن أخلى تطبيق الاتفاقية التي وقعت، أو طيب مخارج ذلك طيب قبل يعني مخارج ذلك سنتحدث عنها برد داني أيلون على مسألة تغيير وتعديل اتفاقية باريس ولكن هناك أيضا أبعاد لما يجري ميدانيا في الضفة الغربية أشار البعض إلى مسألة تهجير الاستثمار أو هجرة رؤوس أصحاب رؤوس الأموال المستثمرين. من البلد وإلى آخره وهذا لا يساعد على حل الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بل هذا يعمق الأزمة صحيح نعم انا اعتقد ان المشكله الاساسيه كما اشرت في سياق سؤالك يعني غياب الحلم غياب الامل في الوصول الى الحلم مم. الى الهدف السياسي الفلسطيني وكلما افتقدنا مم. الامل بالوصول الى الاهداف الوطنيه كلما زادت عمليه الضغط وهذه تترافق مع اجراءات وانتهاكات اسرائيليه على مدار الساعه ليس في المجال الاقتصادي، انت تعلمي صحيح. ان هذه الحمله مم. وغلاء الاسعار هي جزء من حرب مم. متعدده الجبهات على صعيد ليبرمان وتصريحاته المتواليه والمتكرره ضد شخص الرئيس مم. على صعيد ال الاقتصاد على صعيد الاستيطان والعطاءات والمستوطنين على صعيد الحروب العسكريه المستمره والمتواصله على محافظات القطاع مم. بشكل دائم والحصار وعلى كل الجبهات تجد هناك عمليات خنق للأمل وللمشروع الوطني الفلسطيني وبالتالي لابد من البحث مع الأقطاب الدولية ومع العرب عن إيجاد مخرج ولكن تصطدمي بالأمس كان مؤتمر السادس والأربعين للحزب الديمقراطي الأمريكي فيما يتعلق بعاصمتنا عاصمة الدولة الفلسطينية بأنها عاصمة إسرائيل بعدما أزيلت من البيان الانتخابي م. تحت ضغوط المنافسة غير الشريفة والمبتذلة بين مرشحي الرئاسة نعم يعني الجمهوري والديمقراطي م. تم إعادة طرح المسألة في مؤتمر الحزب للتصويت عليها وفي المرات الثلاثة التي صوت عليها طالب التصويت عليها رئيس المؤتمر مؤتمر الحزب الديمقراطي لم تحصل لم يحصل على التصويت المطلوب حيث كان من المفترض ان تحصل على ثلثين الاصوات ولكن كان التصويت ضد ارفاقها في البيان وتمريرها بالبيان اعلى من التصفيق لصالح تمريرها وبت... مع ذلك جاء الرئيس باراك اوباما وحتى الناطق باسم الرئيس أعلن أن صحيح. أننا نؤيد أن تكون القدس عاصمة إسرائيل ها أنت تجدي أن هناك مشكلة حقيقية ليست في إسرائيل فقط إسرائيل طالما تجد أن أولا نحن كفلسطينيين وعرب غير قادرين على أن نقف على رجلينا بمواجهة التحديات المفروضة من قبلهم وتجد إسرائيل عربا متواطئين معها وتجد إسرائيل أمريكا القطب الأساسي والأكبر في العالم يقف معها على على طول الخط وفي كافة المنعطفات والمحطات ويغطي عوراتها ومثالبها وانتهاكاتها وجرائمها ومذابحها ضد الشعب العربي الفلسطيني وضد الشعوب العربية إذا كيف يمكن لإسرائيل أن تعود؟ هنا أنا 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 أطرح وما زلت أطرح وهذا خارج السياق ولكن أطرح بملء الفم وطرحت سابقا في لقاء اخر على القياده السياسيه ان تبحث عن مخرج سياسي لان انا رايي الخطاب السياسي المستخدم من قبل الشعب العربي الفلسطيني والمتبنى منذ العام 1974 خيار حل الدولتين للشعبين انا اعتقد انه يصطدم كما اشار بيان اللجنه التنفيذيه الاخير م. بطريق مسدود بنفق مسدود هناك في حائط مسدود يغلق آآ آآ كل شيء امام تقدم اي اي من يعني تقول بانه دوله هذا. دولة القوميه ممكن انا انا لا اريد أن اجتهد انا احاول ان اجتهد مع زملائي مع اصدقائي مع مع مكونات القياده السياسيه الفلسطينيه عن ايجاد مخرج يجمع عليه العقل الجمعي السياسي الفلسطيني والثقافي. لابد من ايجاد مخرج لان البقاء والتخندق في خيار حل الدولتين للشعبين في ضوء انسداد كل الافق، كل افق نحاول ان نفتحه يملي علينا اعاده النظر لانه لابد من اعاده ترتيب الاوراق ونحن قادرين ان نخلط الاوراق. ليس فقط اسرائيل التي تستطيع ان تخلط الاوراق وليس فقط الولايات المتحده تستطيع ان تملي علينا ونحن نستجيب وليس فقط الدول العربيه ممكن ان تمتنع وترفض في هناك وسائل وادوات يمكن انا املي على العرب كما كان في السابق ان يدفعوا رغما عنهم وليس بخاطرهم بمعنى هل تعتقد نعم هل أنا تعتقد مسؤوليتي لانه الازمه مم. ليس فقط مشكلتنا الان باريس وان كانت جزء اساسي صحيح. باريس ولكن عدم التزام الدول المانحه باغلاق التزاماتها تسديد التزاماتها لموازنه السلطه الوطنيه الفلسطينيه هي تحمل حملت السلطه الوطنيه سيد الرئيس طيب. آ آ آ آ آ تبعات الاستقراض من البنوك الداخلي ومن البنوك الخارجيه ومن اسمح لي ابو نادر صحيح. يعني هل تعتقد بانه يجب على المحتجين وبحقوقهم المشروعه في الشوارع ان يصوبوا البوصله برفع شعارات تطالب الدول العربيه بالإيفاء بالتزاماتها والا تصوب رغم يعني الاقرار بانه هناك اخطاء لدى الحكومه الفلسطينيه ولكن تداركا للازمه بدلا من جلد الذات ان تطأت ان تصوب البوصله باتجاه الدول العربيه وباتجاه المجتمع الدولي ان يلجم اسرائيل وان يضغط عليها لتعديل الاتفاقيات من ناحيه ومن ناحيه اخرى الضغط على الدول العربيه للايفاء بالتزامات هل تعتقد بانه هذا قد يكون وارد او ممكن في ظل واقع الغضب الفلسطيني على الشارع؟ ممكن لانه زي ما قلت لك المساله لها مستويات اميرة مستوى وطني داخلي انا بحاجه الى ترتيب البيت الفلسطيني وطالما بقي الانقسام متأبد في في, في اماره غزه صعب أنا ان يسمع العالم والعرب منا بالعكس العالم والعرب سعداء جدا بهذا الانقسام واسرائيل اول الـ هل تعتقد بأن حركه حماس تخشى بان تنتقل العدوى الى القطاع؟ هذا ما لاحظناه في سياسات حكومة حركة حماس في قطاع غزة بإخفاض أسعار المحروقات يعني أنا أنا لا أود أن أستخدم تعبير حكومي ولا وضد هذا الاستخدام قيادة الانقلاب أنا أسميهم دائما بقيادة الانقلاب ولا أحب لأنهم ليسوا حكومة الحكومة في حكومة في فلسطين شرعية واحدة هي حكومة الدكتور سلام فياض بغض النظر عن التسميات التي تريدها الجزيرة وقطر وغيرهم من الدول العربية ومن إسرائيل ومن جماعة الإخوان المسلمين أينما كانوا الإجراءات هناك ليس حكومي وهناك ليست هناك التزامات السلطة الوطنية ليكون دقيقين ومسؤولين تدفع رواتب السبعين ألف موظف في داخل محافظات القطاع تدفع في للصحة ولوزارة التربية والتعليم مهم الوزارتين الأساسيتين فضلا عن كثير من مناحي الحياة تقوم السلطه الوطنيه والقياده الرسميه بتامين مصالح المواطن لان هذه القياده قياده الرئيس محمود عباس هي قياده الشعب الفلسطيني وهي مسؤوله عن ذلك وانا لا احمل ابناء محافظات القطاع المسؤوليه انا احمل القوى السياسيه السلطه وقيادات وقياده فتح تحديدا قبل الحركه الوطنيه الثانيه وقبل القوى الكسيحه واللي ماسكه العصا من نص انا احمل الجميع مسؤوليه عدم واد الانقلاب حتى اللحظه وتصفيته لانه مطلوب منا ان نصفي هذه الصفحه السوداء من سجل الوطني الفلسطيني لانها صفحه طيب هل يغلق الباب على الصعيد العربي ارتباطا بسؤالي طيب الجماهير والعلاقه بالعرب لا بد من خطاب سياسي قوي مع العرب العرب لا يفهموا هذا النظام العربي المتهالك لابد من استخدام خطاب مختلف معه مم. قصة التمسيح والكلام المعسول والإيجابي هلا اوكي انا بحكي كلام جميل والى اخره ولكن في رساله في رساله لازم اوصلها لهذا الحاكم او لذاك نحن بحاجه وانتم مطالبين بان تدفعوا وان تلتزموا مم. في حاجه وعندي ادواتي العالم ايضا يجب ان يسمع خطابا مختلفا طيب هل وصلنا الى باب مغلق اذا ما فعلا كما جاء على لسان نائب رئيس نائب وزير الخارجيه داني ايلون في اسرائيل بانه نرفض اجراء اي تعديلات على اتفاقيه باريس الاقتصاديه ماذا سنفعل حينها نحن نستطيع أن نلزم إسرائيل إذا ما من خلال أيضا المساحة الدبلوماسية والسياسية والحراك الشعبي نستطيع أن نلزم إسرائيل وإذا ما صعدنا المقاومة الشعبية زال خلق مش شعار مش نبقى فقط رافعين شعار نحن حتى الآن مع كل احترام للمناظرين اللي بيطلعوا في بلعين وفي الخضر وفي, وفي بيت ريما وفي غيرهم وفي النبي صالح يعني وفي آآ آآ الخليل كل احترام للمتضامنين الأمميين ولأبناء شعبنا ولكن هذه المقاومة سقفها ما زال هابطا مم. نحن بحاجة إلى أن نرتقي وأن نرتقي وأن نرفع سوية المقاومة الشعبية بخطاب وبجهود وبآليات عمل مم. وبإمكانيات لكي يكون الصوت الفلسطيني عالياً ولكن ايضا يعني عود على بدء حول الربط بين الاطارات هي ثقافه مواجهه الاحتلال التي كانت سائده حتى لا نظلم ابناء شعبنا كثيرا ايضا في هذا الجانب. طيب ما هو السيناريو الذي تتوقعه ان بقيت الازمه وان لم يخرج الوزراء في حكومه الدكتور فياض بحلول كما اقترحت يعني مساله المحروقات مساله يعني تقشف عند بعض المستويات في الوظائف الحكوميه كما يطرح البعض، هل تعتقد باننا سنصطدم بحائط داخلي ايضا في في الضفه؟ انا بس بين قوسين انا انا ضد فلسفه التقشف لانه فيش تقشف اساسا المستوى المستخدم يعني او البدلات اذا كان استخدام تعبير بدلات التي ياخذها الوزراء والقيادات هي بدلات عادية جدا 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 ومحدودة جدا وبالتالي لا يجوز أن نبقى نضرب مش هنا جذر المشكلة ليس هنا جذر إحنا يجب ترشيد الاستهلاك ترشيد الاستهلاك شيء والتقشف وحذف المستحقات شيء آخر والأسف أنه في بعض الناس لح اعتبارات وحسابات في لدى سين أو صاد لجأ إلى سياسة ما يسمى بالتقشف وأنا أعتقد أنها وألتها بملء الفم لم تأتي بالنتائج المرجوة التي نريدها نحن بحاجة إلى ترشيد السياسات واتخاذ الإجراءات الاقتصادية الكفيلة بإعادة الاعتبار للمواطن الفلسطيني لإعادة الثقة والاعتبار للعلاقة ما بين الحكومة والمواطن الفلسطيني وبين الرئاسي ومؤس... والقيادة السياسية والمواطن الفلسطيني وعلينا أن نفتح قوس الأمل م. في المشروع السياسي بالوصول م. إلى دفع عربة المشروع السياسي إلى الأمام وإذا حققنا خطوة على صعيد الان... طي الإنقلاب ودفعنا م. عربة المصالحة لا. إلى الأمام وإذا أوقفنا وتحدينا اسرائيل فيما يتعلق باتفاق باريس ونحن قادرين من خلال الفعاليات الوطنيه المختلفه ان نوزع يعني اسرائيل على الشارع طيب طبعا بدي على الشارع م. ولا يجوز لنا ان نفقد الثقه صحيح. للحظه بالشارع الفلسطيني م. لانه راس مالنا الاساسي هو المواطن الفلسطيني طيب. استاذ عمر الغول دعني اتحول الى قطاع غزه معي عبر الخط الهاتفي الاستاذ اكرم عطله الكاتب والمحلل السياسي تحياتي استاذ اكرم استاذ اكرم هل تسمعني انا اسمع ارجو ان يكون الصوت اعلى طيب استاذ اكرم نناقش الازمه الماليه التي تمر فيها او الازمه الاقتصاديه التي تمر فيها السلطه الفلسطينيه، هناك لا. من يعتقد بان حركه حماس بعد تصريحاتها الاخيره ردا على مؤتمر السيد الرئيس الاخير حول الانقلاب والانقسام وانه ايضا عبء كبير على كاهل السلطه الفلسطينيه وانه لا مجال للحوار الان، احنا تحاورنا بما يكفي كما قال والان يجب اجراء الانتخابات، هل تعتقد ان حركه حماس في قطاع غزة تخشى من أن تنتقل العدوى إليها في هذه المرحلة يعني أنا لم أسمع السؤال جيدا الصوت كان منخفض أستاذ أكرم هل تعتقد بأن حركة حماس في قطاع غزة تخشى أن تنتقل عدوى أو حمى الغضب الجماهيري تجاه الأسعار أو تجاه الوضع الراهن إليها في القطاع يعني ربما هذا صحيح الى حد ما، مم. الازمه الاقتصاديه كبيره والمواطن الفلسطيني بدا يشعر ان هناك ازمه. مم. وربما هذه الازمه ترافقت مع غياب شرعيه ربما النظام السياسي الفلسطيني ليس هناك انتخابات وبالتالي بدا يشعر المواطن ان لديه مشكله كبيره يعني الحكومات تحكم حكومه الضفه الغربيه وايضا بسؤالك حكومه غزه ايضا بلا شرعية وهناك حالة فقر ومزيدا من التراجع بوضع المواطن م. بالتأكيد الأحداث في الضفة الغربية يعني يمكن أن تنعكس في قطاع غزة هذا صحيح لأن الوضع في قطاع غزة ليس بأفضل من الضفة الغربية يعني م. إذا لم يكن كما الضفة الغربية بالتأكيد أسوأ لأنه حصار وحالة انغلاق وحالة من انعدام الأفق ربما الاقتصادي لأن الاقتصاد أيضا محطم وحتى أن الحرب الأخيرة م. ركزت كثيرا على حالة تدمير الاقتصاد الفلسطيني آه من ناحيتها آه سارعت حركة حماس لتخفيض مثلا سعر البنزين السوبر ما يسمى البنزين السوبر يعني آه باعتبار أن هذه السلعة تؤثر على آه كل مناحي الحياة للمواطنين صحيح أنه التخفيض كان رمزيا ولكن مجرد التخفيض ربما عكس تخوف حركة حماس من أن تصل هذه الأحداث إلى قطاع غزة الحالة الفلسطينية حالة موحدة حالة متحدة بالتأكيد يتأثر يعني ابن قلقيلية عندما يتحرك بالتاكيد ابن غزه يشعر انه من حق التحرك كما تلك المنطقه. <applause> طيب ما هي الرساله التي وصلها او اراد ان يوصلها جيش الاحتلال الاسرائيلي الى حركه حماس بالحمله الاخيره او الضربات الاخيره العسكريه على محافظات القطاع برايك؟ يعني الصحافة الإسرائيلية ربما يوم الجمعة الماضي كانت أكثر وضوحا بموضوع قطاع غزة وبالضربات على قطاع غزة إسرائيل لا تريد من قطاع غزة يعني أن يعود إليها غزة في كل مرة رغم التهدئة يعود لمشاكسة إسرائيل إسرائيل مشروعها يتمثل بدفع قطاع غزة باتجاه مصر ولكن قبل أن يذهب باتجاه مصر عليه أن ينسى أن هناك شيء اسمه إسرائيل ويعود لمشاكسته وبين فترة وأخرى يهدد الأمن الإسرائيلي وهذه نقطة ضعف الدولة الإسرائيلية هذا التهديد ربما لا تريد إسرائيل إسرائيل تريد أن تدفع الأمور الرسالة التي أرادت إسرائيل أن تنقلها ربما تعبر عنها الضربات في مناطق مفتوحة لحركة حماس إسرائيل دائما تقول أنه هناك رب للبيت وهناك سيد للبيت من يحكم قطاع غزة حركة حماس وهي مسؤولة مسؤولية كبيرة عن إطلاق الصواريخ مسؤولية غير مباشرة بإمكانها ان تلجم الجميع آه. وتحدثت الصحافه الاسرائيليه عن قدره حركه حماس علي لجم الجميع آه. الان اسرائيل لا تستطيع ان تلاحق السلفيين ولا تريد ان تلاحق السلفيين في الشوارع لانها لا تريد أن تعود للارتباط مع قطاع غزة مجددا، هذا أي هجوم على قطاع غزة هجوم موسع، يعني عودة الارتباط مع قطاع غزة، إسرائيل لا تريد ذلك، إسرائيل تريد أن تتحلل من قطاع غزة، منذ أن انسحبت من قطاع غزة وهي في طريقها إلى التحلل نهائيا من قطاع غزة، ولكن تبقت مسألة الصواريخ، الآن تريد من حماس أن تعالج الصواريخ وهذه النظرية الإسرائيلية القديمة التي بني عليها اتفاق أوسلو تحويل الحالة الفلسطينية إلى جزء من الأمن الإسرائيلي، الآن قوة حركة حماس آه هي التي تريد منها اسرائيل ان تلاحق المقاومه إسرائيل تقول انه يعني حجم التحريض كبير، تحريض نعم. حركه حماس تقول انه هناك عدو مشترك اسمه السلفيين، هذا العدو المشترك لحماس ولاسرائيل، تريد اسرائيل من هذه الرساله ان تلزم حركه حماس او ان تدفع حركه حماس ربما نعم. للعمل على ملاحقه السلفيين ومنع مطلقي الصواريخ من الاستمرار باطلاقها. نعم، شكرا لك الاستاذ اكرم عطاله الكاتب والمحلل السياسي، حدثتنا من قطاع غزه، شكرا جزيلا شكرا لك. لكم. استاذ عمر ما رايك بما تفضل به استاذ أكرم؟ يعني انا بدي اقول ان اسرائيل في, في التصريحات الاخيره لقيادتها ولاعلامها ووسائلها المختلفه برأت حركة حماس من المسؤولية عن إطلاق الصواريخ وبرأت حتى حركة الجهاد وقالت م. أن المسؤول عن ذلك هي جماعات سلفية متطرفة وبالتالي هناك مصلحة مشتركة الدولة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة حماس وبالتالي علينا أن نجد الصيغة المناسبة لتصفية هذه الجماعات حتى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء عقب على إطلاق ال قال بأن عليهم أن يدفعوا الثمن وقال لا نريد أن نصعد بمعنى آخر لا مجد. ليس بواردنا الآن أن نقوم باجتياح كبير كما رغم اعلن براك قال انه نعم إنو انا الان اتحدث اقول ان باراك قبل بيوم قال اننا جاهزين والخطه جاهزه وفور ما ياخذ المستوى السياسي القرار بثواني قليله نستطيع ان نحتل القطاع مع ذلك وانا اعتقد ان ما قاله بنيامين نتنياهو هو الاذق ان الان اسرائيل لا تريد ان تقوم بعمليه كبيره في محافظات القطاع مم. ولكنها تريد أن تقلم أظافر القوة التي تعطل طيب. آآ آآ زواج المتعة الإسرائيلي الحمساوي طيب. للأسف أنا تداركني وقت البرنامج أستاذ عمر الغول ولكن لي كلمة كإعلامية فلسطينية إلى الشباب الفلسطيني وإلى أصحاب الحق الفلسطيني وحقهم في التعبير والاحتجاج ولكن الكلام إلى الفئة التي أساءت استخدام هذا الحق بطريقة غير مقبولة من الشعب الفلسطيني نرجوكم ألا نضطر لأن نخجل من تصرفاتكم وانتماءنا لكم لا تجلدون ولا تجلدوا الذات هناك من يقوض بناء الدولة أو يقوض أساسات الدولة الفلسطينية لا تكون شريكا بهذا بحق انتمائكم لفلسطين لا تخربوها شكرا لك الأستاذ عمر الغول شكراً. مستشار دولة رئيس الوزراء أيضا كان معي أكرم عطل الكاتب المحلل السياسي شكرا جزيلا له. شكراً لك شكرا لكم الكرام وصلنا للختام حتى أراكم بالغد هذه تحياتي أميرة حنانية ومن طاقم العمل دائما ألف تحية إلى الزاوية الكاريكاتيرية فلتتفضلوا دمتم بخير وإلى اللقاء